بينافس على البطوله. واضح مختار في المفروض يبدو لي زياد بريمه قال كلام للحكم على ذاك خرج له الحمراء. اي رينا اللقطه الحقيقه رينا نبداو اللقطه من الاول هو الكره ما بين زياد بريمه وجوار من متلوي ورينا قرار الحكم كان صحيح في الاعلان على المخالفه المتلوي خاطر صار جذب القميص الجوار الحكم كان بعيد زفر كفران ومن بعد صار تصارع على الكره بالمتلوي تحب تلعب فيسع وجوار الستاد تونيزيان حب يضيع الوقت رينا بالريمة في وان مانشو وحده ما نعرفش علاش يمشي للاربيتر معناه يقرب للاربيتر انقال الاربيتر قدامه قدام بالريمة خرج له السفرة بعد السفرة يتفوه للاربيتر اتصلت بكلام بذيء ما نقى حل الاربيتر كان باش يخرج له الحمراء خاطر تعرف الكاميرا ما خدته لازم يخرج له ما نقى حتى باش يخدم معاه ولا باش يكلمه ولا كذا لا ديريكت المره الاولى مشى له درا شنو قال له ومن بعد زاد زبوا خرجوا الحمراء ومن بعد الحمراء رينا بالريمه شخص اخر وقت تحسه تعمد هو تحسه تعمد الحصول على بطاقه الحمراء خلينا نكونوا مباشرين ومن بعد قال ومن بعد علاش تعمد شو اسلام كيفاش لعبك في الوضعيه هذيك فريق ولا واحد بلاش يتعمد هو تحسوا بالريمه من اللي صار انا راهو نحكي انطلاقا من اللي شفته من لقطاته اللي حكى عليه المخ تهز زياد بالريمه دفع على الحكم الى انه يخرج ورقه حمراء وهذا ما يحبش يلعب ضد الترجي التونسي هذا حاجه عاديه وراه طبيعيه فما ملاعبيه يكونوا في جماعه كرام من الاسبيرونس كمل بربع ساعه نقسم لاعب وهو ربح واحد بلاش معناه اسلام علاش احنا ديما لما نحكي على ملاعبيه ها ملاعبي قدامي ملاعبي راه بريتو بشر يتأثر بالمحيط نتاعو ما يحبش يلعب ضد جمعيته اللي تربى فيها بالعكس حاجه انسانيه حتى على الشارع الرياضي من تصورش انا اليوم معاك ديما تجي كيما نقولوا مع صارت قبل مع هيثم الجويني هكا ولا خذيت دوزي تروازيم كارتون وقتها وما لعبش الاسبيرونس وقالوا كيفاش مضروب وحبش يلعب الاسبيرونس هذه كل حكايه فارغه ما فماش اي ملاعب اليوم ما يحبش يظهر قدام جمعيته وكحب اما انا ضد اللعبه هذه ايش اكلمك لو فرضنا سمح لي اليوم اوروزمون الملعب التونسي عنده قديده اتاكون واللي كان هو ببدا اساسي ممكن ما عجبتوش الملعب هذا انا نعرف الملعب هذا ما يحبش يشد البنك خاطر كي ندخل في دقيقه ناخذ حمراء يا شو ما يحبش يشد البنك هو حيت يكون في البنك لا ما هو اليوم فما جوارات تتكبر اسلام جاي من الفريق هذا في باله باش يجي يلقى سايبه هكاك ويلعب وانت في الترجي معناتها باحتراماتي سمعت بربي ما تقولش عليا اسلام مش قلتوليش انت اليوم كي كنت في الترجي معناتها فما ملاعبين راهي تتمنى تلبس مروان الملعب التونسي زاد فما جوارات تجي من الفرق الكبيره في بالك باش تجي الملعب التونسي باش تلقى الباب مفتوح حاب يلعب تيتولير ممكن ما مشاش راه انا كنت حتى في الماتش الاولاني ما كانش في الماتش بتاع لالي ما كانش بالريمه لا دقيقه برك احنا نحكيو في موضوع فما ملاعبي يلا كان في فريق مشى إعارة وإلا خرج من فريق فما ملاعبية ما يحبوش يلعبوا ضد في رقم وما ينجموش على كل شيء فما ملاعبية يبدأوا سير موتيفي ويلعبوا يقدموا كل ما عندهم أنا مرة من نظريتي بالريمة لازم يتعاقب ويهبط ليكيب إسبوار أنا من رأيي كان اليوم الهيئة متاع الملعب التونسي تحترم الشعار اللي لابسه الملعب التونسي لازم الملاعب هذا خاطر رياكسيون تاع ملاعب داخل متنرفز اليوم لو فرضنا كما قلت انت ما عندكش اتاكون باش تلعب كونتر اسبيرونس اليوم ماكش تخسرني انت في ثلاثه نقاط ولذا خويا نظره للملاعب هذايا باش يتربى خاطر اليوم راهو كي عمل هو ينجم يعملها ملاعب اخر انا راها ما عملوها ملاعب كبار انا نحكي لك شي تعلم شنو الملعب التونسي انا زفرت ومروان هكا بعد ساعات فما جواريت ما يحبش يعمل ديبلاسمون راهو يقرب لك من اول اللعبه ويقول لك سي مختار بربي يمشي شويه الماتش قريب نكمل اعطيني تروازيام انا ما نعطيكش نقول له اعمل حاجه باش النجم نخرج لك تروازيام هذه حاجه تسمع اللي ريتو بالريمه اللي ريتو في بالريمه ما كانش الحقيقه باش منوش الراجل ما كانش متعمد يعني نحكي تحكيمي مش على التراجي نحكي لك مش على التراجي باش نكلموا لا مش على التراجي وما نتصورش كان ما ندخلوش في المقاس اللقطه صارت عفويا الكفران ما حباش تصادم مع الخصم جاء قدامه الاربيتر شنو قالوا لكن وين يمشي الاكثر علاش خاطر الجوال اللي ما يحبش يلعب الماتش اللي بعده راه ما يعملش السكوندال هذا الكل ومن بعد اكثر من كيكه يا اسلام وخرجوا الحمراء وهو خارج الفيستير تعرف شو يقول الاربيتر مهبول انت
يعمل بيده معناها ما تجيش معناها وبالصدفه وبالصدفه سي ذا نعطيك بسرعه وبالصدفه نفس الحاجه صارت عم ناول والكلام صار مع هيثم الجويني في نفس المقابله بين الترجي وملعب التونسي بسرعه نكمل معك سي ذا. لا لا سي با داكور الكلام اللي ما يحبش يلعب ضد الترجي فما ان كونترا نجم تجي تخلف الساتونيزيان تجي المسؤول في الملعب التونسي تقول له بكل احترامي فما ماتش ولا اثنين راهو ما نحبش نلعبه ضد فريقي وهذه صايره حتى في اوروبا راهو تشرط شرط في اوروبا يحطوه في الكونترا بيان سور نحطك في الكونترا راهو فريقي ما نجمش نلعب ضده حتى لو باش تهبطني تيتولير راني ما نجمش نعطيك وهذه تصير لا حتى الجمعيه اما متعمد انا كساتونيزيان تخليني ربع ساعة نلعب بعشرة ورابح أنا زيرو نجم نخسر الماتش حكاية مش معقولة بس لا نقول لك حاجة عندنا برشا مواضيع باش نحكيو فيهم بس قولك أنت ما خرجتش حمرة الماتش هذايا ويلعب مع ضد الترازي ويتعمد خروج حمرة أما أصعب مختار خلينا نكمل معك